السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع لأن أشوف أنه تكرر وأرى أن كثير استغل هذا الجانب وحاول أنه يمرر على الجمهور ويخدعهم بطريقة أخرى، يبحث بحثا عن التعاطف مش بحثا عن الحقيقة، أن تخدع الجماهير وتمرر لهم، حاول أنك تحرك عواطفهم المتطرفة، ادخل في العواطف، أنا مسكين، أنا سالي، أنا ما سالي، كلهم صاروا ضدهم أغلبهم. ليه؟ لا لا عاد تلعب علينا، البكائيات انتهت زمنها، نحن في 2023، عندك موضوع، عندك شيء حاب تتكلم فيه تكلم فيه. أيضا النقطة الأهم قبل ما أتكلم في موضوع العقود، وأهم شيء في هذه المهمة بشكل كامل، شيء خاص بينك وبين طرف الجمهور ما راح يحل لك المشكلة. طيب أنا بكيف عندي، وش أستفيد، يعني إيش أسوي لك، يعني أنا هل تعطيني العقد أقرأه، يعني أعطيك رأيي، أنا مستشار عشان أفيدك في الموضوع هذا. طبعا هيقول لا طبعا، بس ليش، طيب ليش سويت هالمعلومة؟ والله سويتها عشان أبيكم يعني تكون معي، يعني تدعموني ويعني وتقولون إن هذاك حلو هذا مش حلو، هذا وع هذا ما أدري، هذه الثقافة اللي قاعد تستغل الجماهير. والحمد لله أنا تفاجأت أن كثير من الجمهور تعدى الزمن هذا، لغة البكائيات انتهت. سابقا في قناة بداية كانت محتكرة المتسابقين 5 سنوات، صحيح، مئات المتسابقين كلهم احترموا العقود. 1 2 يوم قناة الواقع سابقا في 2014 و15 كانت تاخذ من متسابقين قناة بداية، فردت قناة بداية بالرفض، قناة الواقع ابراهيم الحسين احترم الرأي، قالت من حقك ويعطيك العافية، ما راح اخذ من حقين متسابقي قناة بداية السابقين، سواء كان من زد رصيدك، من حياتك او غيرها من البرامج. سبحان الله، جاءت الدنيا تغيرت وانقلبت الآية الى الزمن هذا، وجاء الحين قناة الواقع احتكارها 2 سنوات فقط، مش 5 سنوات احتكرت الموضوع هذا. هذا وفق النظام، ومن حق اي جهة تعمل، اي شركة، ام بي سي تحتكر ل10 سنوات، ام بي سي اللي في عرب ايدول، في ذا فويس، ذا اكس فاكتور، ايا كانت البرامج الموجودة، ذا ماسك، كلها 10 سنوات تحتكر، وكل اللي فيها يحترمون. شوف قبل موضوع النظام وتوقيع العقود، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، لو ما في عقد، في كلمة بينك وبينه، إذا أنت ما احترمتها يعني أنت لا تمتلك المهنية ولا الأخلاقيات الإعلامية تماما. وركزوا معي، هشرح لكم إيش آلية الاحتكار، ليش توقع احتكار مع طرف آخر. تجي القناة هذه، القناة التلفزيونية أيا كانت، قناة الواقع، تقول أنا دفعت رواتب بالملايين، ودفعت استئجار مواقع بالملايين، دفعت بث بالملايين، وإنتاج ومصاريف وتكاليف، وجبت لك مقدمين عشان يقدموا الفقرات، ودفعت لهم رواتب، وكلفت، خسرت بالملايين هذه، وأنشأت لي عشان أنشئك من بيت، أخذتك من البيت ما حد يعرف، وطلعتك عندي وخليت كل الناس تعرفك. في الأخير هذا المنتج اللي أنتجته أنا، يجي مثلا منافس لي، منافس لي في وسطي، عرفت، جهة ثانية منافسة وسطي، جي تاخذ من عندي استغلالا لخسارتي انا، طب اخسر انت، ادفع فلوس، ادفع وانشأ، والله يوفقك في المستقبل انشأك، يعني مشوارك حيكون كبير باذن الله تعالى. حق القناة انها تحتكر اي المدة بيها، 1 2 3 سنوات، هذا وفق النظام، انا ما ادري بالضبط كم. هذا 1 2 هي احتكرت لبرامج الواقع فقط، فبرامج الواقع تقول لك لا تطلع إلا عندي، وقت ما أشوف الوقت المناسب تيجي عندي، يا هلا فيك والله. قناة ثانية واقعية منافسة، لا. طب في الوطن الحين كم قناة منافسة؟ قناة واحدة، يعني كم سمحت لك؟ سمحت لك تطلع في 1300 قناة، سمحت تطلع في قناة ام بي سي، في التلفزيون السعودي، سمحت لك تطلع في المجد، سمحت لك تطلع في اس بي سي، سمحت أكثر من 1300 قناة عربية، إلا قناة واحدة بس اللي تنافسني. من حقك تروح تشتغل، من حقك تطلع سنابات تسترزق تجيب اعلانات، من حقك تروح تشوف، شوف السابقين اللي طلعوا، غازي ديابي، عبد الرحمن مطيري، النجوم الكبار. لو انت قوي وعندك امكانيات، كان من المفترض انك ما عاد تروح لاي شيء. اول شيء تحترم العقد، عرفت، من باب اول شيء نظامي، من باب الشرعي تحترم العقد. ايضا بالمقابل تقول انا اصلا قوي، خلاص انا اسست نفسي، عندي نجوميه في التيك توك، عندي نجوميه في السناب، عندي نجوميه في تويتر، عندي نجوميه في انستغرام، انا ما احتاج اني اطلع، ما احتاج اول شيء اخالف العقد، وايضا ما احتاج اني اطلع، اسست نفسي بنفسي
عشان كذا انا اكمل مشواري. ما عندك استطاعه، فشلت هنا فشلت هنا فشلت هنا فشلت هنا، تروح تطعم في العقد، تطعم في العهد اللي بينك وبين اي قناه ثانيه، هذه المشكله فيك انت. انا في السابق في قناه بدايه سابقه كان موقع عقد، عندي احتكار، احترمت الاحتكار اللي ما انتهى، ما جيت بقيت انا جمهور ما ادري ايش مو مسكين. كل السابقين المئات الاسماء الكبيره، فارس البشيري، عبد المجيد الفوزان، سعود الغربي، غازي الديابي، عبد الرحمن المطيري، غازي المطيري، ابو حور، كل النجوم احترموا، كانوا في قدر من المهنيه واحترموا المجال هذا. انت طلعت في برنامج نسخه في زد رصيدك في نجوم، ليش ما تجيبهم؟ هل تعتقد ان جابوك اجل عيونك؟ هل جابوك من اجل يعني دعما لك، ولا عشان يسترزقونك، ولا عشان تصرف على اهلك؟ لا والله، هي ان القنوات تبحث عن مصالحها، ما تبحث عن مصلحتك الشخصيه. هذه لازم تحطها في بالك. ولا عندهم نجوم ليش؟ لانهم ذولي ما نجموا، ما نجحوا، فليش اجيبهم؟ قالت لهم باي باي، علما ان منهم من زد رصيدك الاخير كلموني 4-5، وعندي استعداد، طبعا عندي استعداد بس بعد اذنهم اذا وافقوا هم، ابى اقول لكم مين فلان وفلان وفلان كلموني، قالوا ذولي سحبوا علي. قلت لي انا ما عندهم مصلحه، ما عندهم مصلحه معك، شالوك، فقالوا ان باخذ نجوم الواقع في مصلحه، قلت خلينا اروح اجيبهم واروح اورطهم. هذه الاشكاليه. انا يوم جوني ذولي الاربعه من التصوير قلت لا شوفوا يا غالي، والله انكم ننعم فيكم وما نقصر معاكم، واكيد انكم لو جيتوا عندنا حتكون اضافه، لكن انا احترم الاعلام، المهنه عندي 14 سنه ولله الحمد ما لي اي قدح في اي مجال معين، اخترقت الوثوق، اخترقت، نافست بطريقه غير شريفه، هذه مو عندي نهائيا. والله ان لكم تقدير والاحترام، حتى في بعض كانوا بيشاركون في الروشن، في بعض كانوا يشاركون في السكريبت هذا، واخرهم واحد قبل يومين كلمني على الموضوع هذا ودخل واسطه من طرف اخر عشان يكلم هذا، قلت والله لكم تقدير والاحترام. لكن اللي قاعد الان اللي يجون عشان، مش ما اتكلم عليك يا نواف، اي طرف اخر يجون عشان سواد عيونك، يقول لك تعال احنا بنعطيك، تعال استرزق عندنا، مو في جنتل هم حاربوك، هم حاولوا اسقاطك. صحيح، نعم، الله يبيض وجهك. سامي ليش شغلت فجأة ستستس؟ الله يا سامي يقلعك يا سامي. بس هم ما حاربوني، انا حاربوا القناة. ايوه وقتك انت. صح يجيبون تغريدات يتهمون فلان وفلان من المتسابقين في القناة، ولا نسينا نواف؟ لا بالله ما نسينا. هو صح صح، بروح ادق الضار معمه. يا سلام الحين صاروا يقول نحبك تعال. بس انا نبيك الله حيك، انت الوحيد اللي تفسخ العقد ولا همك. انا وش تبغى انت؟ ركزوا معي، هشرح لكم ايش عليه الاحتكار. ليش توقع احتكار مع طرف اخر؟ تجي القناه هذه، القناه التلفزيونيه ايا كانت، قناه الواقع، تقول انا دفعت رواتب بالملايين، ودفعت استئجار مواقع بالملايين، دفعت بث بالملايين، وانتاج ومصاريف وتكاليف، وجبت لك مقدمين عشان يقدموا الفقرات، ودفعت لهم رواتب وكلفت، خسرت بالملايين هذه، وانشات لي عشان انشئك من بيت، اخذتك من البيت ما حد يعرف، وطلعت عندي وخليت كل الناس تعرفك. في الاخير هذا المنتج اللي انتجته انا، يجي مثلا منافس لي في وسطي، عرفت، جهه ثانيه منافسه وسطي، جي تاخذ من عندي استغلالا لخسارتي انا، طب اخسر انت، ادفع فلوس، ادفع وانشا، والله يوفقك في المستقبل انشاك. حق القناه انها تحتكر. اثنين، هي احتكرت لبرامج الواقع فقط، فبرامج الواقع تقول لك لا تطلع الا عندي، وقت ما اشوف الوقت المناسب تيجي عندي يا هلا فيك والله. قناة ثانية واقعية منافسة؟ لا. طيب في الوطن الحين كم قناة منافسة؟ قناة واحدة، يعني كم سمحت لك؟ سمحت لك تطلع في 1300 قناة، سمحت تطلع في قناة ام بي سي، في التلفزيون السعودي، سمحت لك تطلع في المجد، سمحت لك تطلع في اس بي سي، سمحت اكثر من 1300 قناة عربية، الا قناة واحدة بس اللي تنافسني. من حقك تروح تشتغل، من حقك تطلع سنابات تسترزق تجيب اعلانات، من حقك تروح تشوف السابقين اللي طلعوا، غازي ديابي، عبد الرحمن مطيري، النجوم الكبار. لو انت قوي وعندك امكانيات، كان من المفترض انك ما عاد تروح لاي او شيء تحترم العقل.
نجوميه في التيك توك، عندي نجوميه في سناب، عندي نجوميه في تويتر، عندي نجوميه في انستغرام. انا ما احتاج اني اطلع، ما احتاج اول شيء اخالف العقد، وايضا ما احتاج اني اطلع، اسست نفسي بنفسي. عشان كذا انا اكمل مشواري. ما عندك استطاعه، فشلت هنا فشلت هنا فشلت هنا فشلت هنا، تروح تطعن في العقد، تطعن في العهد اللي بينك وبين اي قناه ثانيه. هذه المشكله فيك انت. انا في السابق في قناه بدايه سابقه كان موقع عقد، عندي احتكار، احترمت الاحتكار اللي ما انتهى، ما جيت بكت انا جمهور ما ادري ايش مو مسكين. كل السابقين المئات الاسماء الكبيره، فارس البشيري، عبد المجيد الفوزان، سعود الغربي، غازي ديابي، عبد الرحمن المطيري، غازي المطيري، ابو حور، كل النجوم احترموا، كانوا في قدر من المهنيه واحترموا المجال هذا. رحب الاعلامي خلف القحطاني. لا والله عادني باقي احل موضوع العقود عندي هنا. يا العقود في كل مكان. ترى حتى نفس المعلوميه، اي قناه واقعيه في لندن انتبه. والله اني انا ناوي افتح قناه هناك يا ابو يار. ابد، تراني معك يا خلف الهيب. جايب لك اثاث من هناك يا ابو يار.